بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سر التفوق. النهاردة إن شاء الله الحلقة بتاعت اليوم هنشتغل فيها مراجعة لما تم دراسته من قبل، والمراجعة ديت مراجعة زي ما بنقول عليها ليلة الامتحان، مراجعة ليلة الامتحان إن شاء الله بإذن الله. بكرة بإذن الله عندك امتحان تاريخ، لازم نكون متفقين على حاجة. امتحان التاريخ السنة دي وكل الامتحانات ليها نظام جديد، والنظام بتاعنا نظام الأسئلة الموضوعية أو كلها الاختيار من المتعدد، وهي بتقيس مستويات فكرية معينة عند الطلاب. الهدف منها قياس مستويات الفكرية عند الطالب مش إحراجه. احنا بنجيب لك مستوى فكري انك انت ازاي الفهم، ازاي ان يبقى عندك التحليل، القدرات ديت بنربيها عند ابنائنا الطلاب. بسرعة كده على طول هندخل على المراجعة بتاعتنا، والمراجعة هنبدأ عندنا مجموعة أسئلة. المجموعة ديت بتتناول كل أجزاء المنهج اللي تم دراسته هذا العام. لازم نتفق على حاجة، احنا ما بنجيبش حاجة بشكل مباشر، احنا ما بنشتغلش على تذكر، احنا بنشتغل على حاجة مهمة جدا اللي هي الفهم والتحليل والتطبيق، مش تذكر. انا مش هقول لك الحاجة وكمل وانت تيجي هنا تكمل الإجابة، لا احنا مش هنشتغل كده. شغلنا كله هيكون ازاي انك انت تفكر في الحاجة وتعمل عملية ترابط ما بين الأجزاء. عشان كده الحاجة ممكن تكون في الكتاب ولكن محتاجة منك نوع من أنواع الفهم للمادة. هبدأ معاك السؤال الأول في المراجعة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أنا عندي هنا السؤال، انتقلت الحضارة من الغرب إلى الشرق عدد، مرة واحدة، مرتين، 3 مرات، 4 مرات. الحضارة انتقلت ما بين الشرق والغرب كم مرة هنا؟ مرة، مرتين، 3، 4. أنا عايزك تجاوب معايا وتفتكر ونعملها كده كأننا مسابقة، بتشوف اللي جاوبته كام واحد واللي ما جاوبتوش كام واحد. وهنشوف كده في الآخر خالص حصلتنا قد إيه. بالظبط كده. هي انتقلت الحضارة من الغرب إلى الشرق مرة واحدة فقط. يعني الغرب نقلها لنا إحنا، الحضارة ظهرت في الشرق، اتجهت للغرب، رجعت للشرق، رجعت للغرب. طب هي دي كم مرة؟ احنا عايزين نعرفها. انا هنا بقول لك مرة واحدة، السؤال محدد من الغرب الى الشرق. طب تعالى نغير السؤال ونجيبه بالشكل التاني اللي قدامك دوت. لو انا جيت دلوقتي قلت لك بقى ايه، طب انتقلت الحضارة من الشرق الى الغرب، العكس بقى، الاولاني من الغرب الى الشرق، طب المرة دي العكس، وقلت لك انتقلت الحضارة من الغرب الى الشرق عدد، هنقول كم مرة المرة دي يا اولاد؟ تعالوا نتذكر مع بعض، مرة ولا 2 ولا 3 ولا 4 مرات؟ نبص مع بعض كده، الاختيار كم مرة؟ 3 مرات يا ولاد. ماشي. طيب تعال نشوف حاجة تانية هنا، سؤال جديد. النوع الوحيد من مصادر دراسة التاريخ الذي تصنعه الحكومة المركزية هو المسكوكات، الاستراكة، البرديات، الاهرامات. ناخد بالنا من حاجة يا ولاد، ان احنا عندنا في مجموعة من المصادر بنقول عليها المصادر الاولية والمصادر الثانوية. انا هنا لم يعني انا ما لم اوجه اليك سؤال بقول لك ايه هي المصادر، انا بقول لك النوع اللي بتستخدمه الحكومه او بتصنعه الحكومه المركزيه. ما دام بتصنعه الحكومه يبقى ما حدش من الافراد او العامه يعرف يصنعه لانه شيء يخص الحقوق. تعال نقراها كده مع بعض. المسكوكات، طبعا عارفين المسكوكات اللي هي ايه، النقود. بالظبط كده. الاستراقه، الاستراقه ديت يا اولاد اللي هي شقافات، اللي هي الشقافات بتاعت الفخار. البرديات، والبرديات دي المقصود ورق البرد وكلنا نعلمه. الاهرامات، والاهرامات كلنا عارفينها. بمخك كده تعال نفكر مع بعض ايه اللي ممكن الحكومه تنتجه من دول. انا بتكلم في المصادر بتاعتي بدون تفكير، هتلاقي متوجه الى على طول المسكوكات، هي اللي هي حاجه الوحيده اللي الحكومه المركزيه بتصنعها عندي وبتعملها. مين بيعمل نقود في بيته؟ النقود لا تتم دمغها او طبعها الا بمعرفه الحكومه المركزيه. عشان كده ده مصدر يا جماعه اساسي. لو مسكت قطعه عمله هتعرف احوال البلد السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، وممكن في بعض الاحيان كمان تعرف الاحوال الدينيه. اي عمله مسكتها هتبص تلاقي تستطيع دوت. طب تعالوا نشوف سؤال تاني يا اولاد مع بعض. السؤال التاني اللي عندنا بيقول لك، ارتبط وجود الجنادل في نهر النيل بايه بقى يا اولاد؟ الجنادل وديت مجموعه من الصخور بتبقى ماشيه في مجرى النهر، ووجودها دوت بيؤدي لايه؟ لحمايه التجاره المصريه لافريقيا، ولا التواصل المصري الافريقي، ولا الامن القومي المصري، ولا حمايه الاقتصاد المصري؟
لو احنا ركزنا شوية هي بتمنع الملاحة، بالتالي مش هتخلي سفن تعدي. يبقى نعمل استبعاد. هنستبعد ايه؟ التجارة. طب والتواصل؟ لا هتبقى صعبة برضك شوية، التواصل هيبقى من نهر النيل بس مش من مناطق الجنادل. امال ايه؟ بالظبط كده يا اولاد، وجود الجنادل في نهر النيل بيؤدي الى حماية الامن القومي المصري. بالظبط كده. طب تعالى نشوف السؤال اللي بعديها. عندنا سؤال هنا، السؤال بيقول: كان اختيار الملك نارمر لمدينة منفى عاصمة له على أساس. الملك نارمر أو مينا اختار مدينة تكون عاصمة له، المدينة بتاعته كانت مدينة منف، اختارها على أساس إيه؟ من الناحية الاقتصادية مدينة مميزة، ولا من الناحية الجغرافية مكانها كويس، ولا من الناحية الاجتماعية عشان الناس تعيش فيها بشكل مع بعض، أو من الناحية الدينية؟ لما نيجي نركز في السؤال ده يا أولاد هناخد هنا حاجة. إيه هي؟ اختيار العاصمة كان على أساس جغرافي، لم يكن أبدا على أي أساس آخر. ده هي اللي بتربط الشرق بالغرب، ده منفي دي هي المنطقة اللي في منطقة الجيزة اللي ما بين الوجه البحري والوجه القبلي، وبالتالي بيحدث عند التواصل ما بين أحوال ما بين أنحاء مصر المختلفة. اختيار موفق منه، وإحنا برضك أنتوا اخترتوه اختيار موفق. طيب تعال نشوف حاجة تاني. العلاقة بين قوة الفرعون وقوة حكام الأقاليم نوعها إيه؟ أنا عندي يا جماعة علاقة هنا إيه؟ عكسية، طردية، ندية، متوازنة. الفرعون في مصر هو الشخص اللي بيحكم مصر الأساسي. الراجل ده يجب إن هو يحكم مصر بيد قوية ويسيطر عليها، والراجل ده هو حاكم مصر. حكام الأقاليم اللي هم زي المحافظين دلوقتي، الناس اللي بتحكم كل إقليم. علاقته بيهم نوعها إيه؟ عكسية ولا طردية ولا ندية ولا متوازنة؟ متوازنة يعني زي بعضهم، ندية الراس بالراس يعني انت وانا الاثنين زي بعض، طردية يعني واحد قوي واحد ضعيف دايما، عكسية مختلفة. طيب تعال طردية الاثنين زي بعض، تعلى او توطى مع بعض، انما عكسية الاثنين عكس بعض، واحد يعلى الثاني يوطى. الاجابة ايه؟ بالظبط كده، العلاقة عكسية. كل فرعون بيجي عشان يسيطر على البلاد لازم يخلي يلي من شأن حكام الاقاليم. طب حكام الاقاليم لو عايزين يضعفوا الفرعون بيزيد شأنهم. شفنا احوال مصر، شفنا في نهايه الدوله القديمه، شفنا في نهايه الدوله الوسطى من الاسباب الاساسيه في انهيار مصر وانهيار الدوله المصريه دائما حكام الاقاليم وزاد شأنهم ورغبتهم في السيطره على الفرعون. ده سبب اساسي. ده انا ممكن اجيب لك السؤال بقى ده بشكل تاني. العامل المشترك اجيبه لك كده، اقول لك العامل المشترك في انهيار مثلا الدوله القديمه أو الدولة الوسطى هو عامل الدين ولا العامل الجغرافي ولا العامل الاقتصادي ولا حكام الأقاليم؟ أنا بديك أهو 4 اختيارات ممكن أعدلهم أنا، بس ديت بعمل لك مثل. هتختار برضك هنا حكام الأقاليم، لأن من أسباب انهيار الدولة القديمة الصراع بينهم وبين الملك. وفي الدولة الوسطى برضك هو نفس الشيء، الهكسوس دخلوا ملأوا مصر نقول عليها يعني إيه مباحة أو مستباحة ليهم بسبب الصراع اللي عندنا ده. طيب نبص لسؤال تاني من الأسئلة بتاعتنا ونراجع كده مع بعض السؤال ده. كانت الأسباب الاقتصادية أو كان السبب الاقتصادي هو السبب الرئيسي للملك أمنمحات الأول في اختيار العاصمة لمصر. موقع مدينة عاصمة مصر في عهد الملك أمنمحات الأول كان إيه؟ منف ولا الستاوي ولا طيبة ولا أون؟ لو نيجي نراجع مع بعض ونأكد هنعرف ان هي الستاوي. ومدينة الستاوي بتقع في الجيزة، في منطقة الجيزة يعني برضك ايه منطقة العياط تحديدا، ودي في منطقة وسطى كده ما بين مصر العليا ومصر السفلى، او بنقول عليها الوادي والدلتا. طيب انا ممكن برضك هنا اعمل لك حاجة، اقلب السؤال زي السؤال اللي قبليه بالظبط يا اولاد. كان أسباب اختيار الملك أمنمحات الأول لمدينة الستاوي عاصمة له على أساس، أحط برضك الاختيارات السابقة هنا، هتقول لي أساس إيه؟ أساس اقتصادي. يبقى منفي تم اختيارها على أساس إيه؟ جغرافي. الستاوي تم اختيارها على أساس إيه؟ إحنا قلنا هنا دلوقتي اقتصادي، الرقعة الزراعية واهتمامه بيها وأهميتها. أنا ممكن أجيب لك السؤال ده تاني برضك على مدينة تانية، على مدينة اون هنا قدامك اهو.
أو آسف، على مدينة مثلا أخيتاتون، كان اختارها على أساس إيه؟ هنقول كان على أساس ديني. يبقى أنا عندي هنا أمثلة للمدينة اللي تم اختيارها على أساس جغرافي اللي هي مدينة منت، والمدينة اللي تم اختيارها على أساس اقتصادي اللي هي ستاوي، والمدينة اللي تم اختيارها على أساس ديني وهي مدينة أخيتاتون. طيب السؤال اللي بعده نشوفه مع بعض، بقول لك هناك علاقة بين صيد الغزلان في مصر وأحوالها. إيه ده؟ أنا بتكلم في الصيد تحديدًا ولا صيد الغزلان؟ صيد الغزلان ده بيكون فين يا جماعة؟ في البر، في الصحاري. طيب اللي في الصحاري هنا ديت، يعني الناس عايزة تصطاد، هيكون بتصطاد غزلان ليه؟ لأسباب اقتصادية، عشان هو يوفر فلوس وأكل وشرب وحاجات من دي، ولا الأسباب دينية هو رايح يتعبد بالحاجات ديت، ولا الأسباب اجتماعية، ولا الأسباب ثقافية؟ بصوا يا جماعة، الإجابة هي أسباب اجتماعية. ليه؟ صيد البر لم يكن يقوم به إلا الطبقة العليا. ولها تاني، صيد البر لم يكن وسيلة اقتصادية، ده اللي كان بيقوم به فقط هي الطبقة العليا. الهدف منها اللي هي الاستمتاع، رياضة بيتم ممارستها. الصيد هنا مش وسيلة رزق، الصيد هنا في الحالة بتاعتنا دي وسيلة رياضة. الصيد اللي كان بوسيلة رزق انك انت تاخد الشباك، انك تصطاد من نهر النيل، انك تصطاد من البحر، زي ما انت عاوز، صيد الاسماك، صيد حتى الطيور، ولكن المرحلة بتاعتنا دي صيد الغرض منه المتعة، وهو نوع من العاب، من انواع الرياضة. يبقى احوال هنا ايه؟ اجتماعية. متفقين مع بعض يا ولاد؟ طيب تعالى ناخد السؤال اللي بعد كده، تابع معايا. السؤال اللي بعد كده انا بسألك، بقول لك يعتبر الملك المصري الملقب ببطل الحرب والسلام هو الملك؟ ايه السؤال ده؟ بطل الحرب وبطل السلام، لو احنا بنتكلم في العصر الحديث هقول السادات، ولكن انا بتكلم دلوقتي في العصور القديمة، يعني واحد انتصر في الحرب وعمل سلام. لو انت فكرت جزء بسيط جدا من التفكير على طول هتعرف مين هو. انا بقول لك نهر مير ولا احمس ولا تحتمس الثالث ولا رمسيس الثاني، باقل قدر من التفكير وبركيز شوية هنعرف ان هو رمسيس الثاني. ليه؟ لان رمسيس الثاني انتصر عندنا في موقعة مهمة جدا في التاريخ، هي موقعة قادش. وبعد ما انتصر على الحيثيين في موقع قادش، وجدناه بعد كده بيعمل اول معاهدة سلام في التاريخ مع الحيثيين. يعني الملك رمسيس الثاني الراجل ده عمل عندنا ايه؟ انتصر عليهم في موقع قادش الاول خالص على الحيثيين. طب بعد ما انتصر عمل ايه؟ لانه بيوقع معاهم معاهدة سلام، سلام المنتصر. عشان كده قلنا على الراجل دوت ان هو ايه؟ بطلا للحرب وبطلا للسلام. ودي ميزة انك انت تجد احد الملوك القدامى بيفكر التفكير ده. وطبعا موقع قادش هي واحدة من أهم مواقع التاريخ المصري القديم، هي ومجده طبعا. طيب نبص للسؤال اللي بعد كده، أنا بقول لك بعد فوضى الثورة الدينية عادت مصر مرة أخرى لمجدها. إزاي؟ مجدها من خلال إيه؟ القانون، السلام، الحرب، استخدام القوة. القانون، السلام، الحرب، استخدام القوة. الثورة الدينية بتكلم كده عن إخناتون، واللي عمل الكلام ده من بعديه اللي رجع مصر لوضعها كان حور محب. لو رجعت للكتاب وشفت حور محب هتلاقي الراجل ده رجع لمصر لعهدها بالإيه؟ بالقانون، مش السلام ولا بالحرب ولا استخدام القوة. ما استخدمش القوة ضد المصريين، الراجل ده ما حاربش المصريين، ده هو أنا بقول لك دخل مصر. يبقى هنا القوة اللي استخدمها قوة القانون، ودي اقوى قوة طبعا انك انت تستخدم داخل البلد قوة القانون. طيب عندنا هنا لازم ناخد بالنا من حاجة، انا قلت لك الاول خالص انتقال الحضارة من الغرب للشرق مرة، من الشرق للغرب بالعكس مرتين، انتقال الحضارة بقى ما بين الاتنين رايحة جاية كم مرة؟ قلنا 3 مرات. وقلت عندك اتكلمنا عن المعاصم المصرية وقلنا هنا، انا عندي سؤال هنا، السؤال ده محتاج لحظة تفكير صغيرة، لحظة تفكير صغيرة هتعرف الإجابة على طول. كان الميراث في مصر القديمة لأبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة، لإيه؟ خد بالك الطبقة اللي أنا جبتها لك هنا، خد بالك من اسمها، الطبقة اللي إيه يا جماعة؟ المتوسطة والفقيرة. بترث الأرض ولا بترث الأموال ولا بترث بيت الأسرة ولا بترث حرفة الأسرة؟ نفكر مع بعض. ايوه انا عايزك تأكد كده، هي بالظبط كده.
الحرفة. ليه ما ينفعش الأرض؟ هي الأرض يا أولاد في مصر، فاكرين نظام الحكم في مصر القديمة؟ لما نيجي نقول كانت الأرض في مصر القديمة ملكا، ملكا لمين؟ للفرعون ولا للمصريين ولا للكهنة ولا الحكام الأقاليم؟ هي يا جماعة ما كانتش ملك غير للفرعون، وهو اللي بيوزعها زي ما هو عاوز. ولا تاني، الأرض في مصر كانت ملك مين؟ الوحيد اللي بيملك الأرض في مصر هو الفرعون، مش حد تاني، فهو اللي بيعيد توزيعها. من ممكن يدي اي حد اي جزء من الارض؟ الفلاح المصري يا جماعه والطبقه المتوسطه والفقيره لم تكن تملك ارض. انا هنا حددت، قلت الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره لم تكن تملك ارض، لان الارض ملك الفرعون. يبقى هنا مش هتنفع، هي متوسطه وفقيره ازاي هتملك اموال؟ البيوت بتاعتها ضيقه جدا وصغيره، يبقى مش هيورث ديت. امال بيرث ايه؟ بيرث الحرفه. ده شغال في الزراعة يعلم ابنه زراعة، في الصناعة يعلمه صناعة، مهنة يعلمه مهنة. طيب تعالي نشوف السؤال اللي بعد كده مع بعض. السؤال اللي جاي بقول لك فيه، تعتبر الفتوحات الإسلامية أحد سمات العصور القديمة ولا العصور الحديثة ولا العصور الوسطى ولا التاريخ المعاصر؟ نركز كده شوية مع بعض يا أولاد. الفتوحات الإسلامية، الإسلام انتشر، ده انتشر إمتى؟ في العصور القديمة ولا الحديثة ولا الوسطى ولا التاريخ المعاصر؟ لو ركزنا كده شوية هنجده في الإيه؟ في العصور الوسطى. الإسلام انتشر في العصور الوسطى، آه. ما هو ما ينفعش، في العصور القديمة ما ظهرتش الأديان. الأديان ظهرت عندنا كلها، الديانة المسيحية والديانة الإسلامية في العصور الوسطى. طب ما أنا ممكن أقلب السؤال ده وأجيبه بشكل تاني. أقوم قايل إيه مثلاً؟ تعد الفتوحات الإسلامية، بدل ما قلت تعد الفتوحات الإسلامية أقول لك النهضة الإسلامية أو عصر النهضة الإسلامية دوت أحد سمات العصور الإيه؟ هتقول لي برضك الوسطى. هشتغل برضك على العصور الوسطى بسؤال تاني، أقول لك أحد سمات سيطرة الكنيسة الأوروبية على السياسة، هتقول لي برضك إيه؟ هتقول لي العصور الوسطى برضك. أقول لك أحد سمات ظهور المسيحية أو الثقافة القبطية أو الحضارة القبطية، هتقول لي أحد سمات إيه؟ هتقول لي برضك العصور الوسطى. هتقول لك مثلا التواصل بين الحضارة مثلا الإسلامية والحضارة اللي أختار أي نوع من الحضارات الرومانية، هيكون فين؟ هتقول لي برضك العصور الوسطى. أمال لو جيت قلت لك الكشوف الجغرافية أحد سمات أنهي عصر؟ لو قلت بقى الكشوف الجغرافية هتقول لي إيه؟ لا، هتقول لي العصور الحديثة. طب لو قلت الاستعمار هتقول لي الحديث. طب لو قلت التحرر من الاستعمار هتقول التاريخ المعاصر. نقولها تاني، لو قلت احد كان الاستعمار احد سمات العصور القديمة ولا الحديثة ولا الوسطى ولا المعاصر، هتقول لي احد سمات التاريخ الحديث او العصور الحديثة. اما لو قلت لك كان التحرر من الاستعمار هتقول لي التاريخ المعاصر. واخدين بالنا يا اولاد؟ انا عايزك تركز في الحاجات ديت، لان ايه؟ هنا الكلمات بتغير السؤال، الكلمه بتغير السؤال، وديت راجعه لمخك انت، متابعتك للكلمه وقراءتها. طب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لك ايه؟ قصه ايزيس واوزوريس تنتمي الى، انا بتكلم هنا عن قصه ايزيس واوزوريس بتنتمي الى ايه؟ هي مصدر ثانوي ولا من كتابات المؤرخين ولا من المصادر الاوليه ولا من كتابات الفلاسفه؟ احنا بنتكلم عن قصة ايزيس واوزوريس مع بعض يا اولاد، ده مصدر ثانوي. ليه؟ لان الاساطير الدينية، هي ايزيس واوزوريس ديت ايه؟ مش احد الاساطير الدينية، والاساطير الدينية بنقول عليها مصادر ثانوية، كتابات المؤرخين والمصادر الاولية وكتابات الفلاسفة، بس ديت هنا مصدر ثانوي لان من الاساطير. طيب تعال نشوف عندي سؤال تاني. الصورة ديت تعال نبص لها مع بعض. لما نيجي نبص للصورة ديت يا ولاد قدامي ايه؟ صورة احد المعابد المصرية. من خلال الصورة استنتج الاتي، اللي هستنتجه. اول حاجة احنا شفنا الصورة، الصورة شفناها مع بعض، هي احد المعابد المصرية. انا بسألك بقول لك المعبد الواضح هو في الصورة هو معبد، معبد ايه اللي شفته ده؟ شوف الصورة تاني، الصورة تاني اهي مع بعض، الصورة قدامنا اهي. شايف يا جماعة الصورة ديت تمثال، وبعدين انا شايف مجموعة من خيالات الناس عمالة بتصور، والضوء كده متوجه عليه قوي
على الصورة. الصورة دي بتاعت معبد ايه؟ تعالوا نتخيل المعبد اللي الشمس بتدخله، اللي الشمس بتتعامد عليه مرتين في السنة. ايوه يا اولاد، المعبد ده دندرة ولا الدير البحري ولا الكرنك ولا ابو سمبل او ابي سمبل؟ ايوه يا اولاد بالظبط كده، هو معبد ابو سمبل. طيب السؤال اللي هرتبط بالسؤال ده، الظاهرة التي امامك تدل على تفوق المصريين في علم ايه؟ الرياضة ولا الهندسة ولا الفلك ولا الحساب؟ احنا عندنا هنا ظاهرة، الظاهرة اللي قدامنا ديت بتدل على تفوق المصريين في ايه؟ بتدل على تفوقهم في الرياضيات. انا بتكلم في الظاهرة مش في المعبد، ركز معايا. ما انا بقول لك في المعبد هتختار على طول سهلة، انا بقول لك الظاهرة اللي قدامك، الشمس على وشه على وجه الملك، دي ظاهرة بتدل عليه بالظبط كده يا اولاد. هي بتدل على تفوق المسلمين في المصريين في علم ايه؟ في علم الفلك. وديت ميزه من التميز، خد بالك. سؤال اهوت، هو السؤال انت هنا لو انت فكرت بشكل موضوعي وفكرت بشكل كويس هتجد ان هي اجابه السؤال سهله جدا، سؤال سهل، ولكن هو كل ما في الامر محتاج انك انت تركز. تركز بس تعرف، هو بيقول لك الشمس، طب الصوره، الصوره دي تتشاف الشمس متوجهه على وجه الملك، الشمس موجهه على وجه الملك، ما دامت الشمس متوجهه على وجه الملك ده الشمس دي تبقى احنا بنتكلم في علم الفلك. ودي ميزه من المميزات بتاعت الايه؟ التاريخ المصري القديم، تميزهم في علم الفلك. انا ما اقدرش اقول هنا علم الرياضيات ولا اقدر اقول علم الهندسه. ما هو لو كان ممكن يقول علم الهندسه او العماره او كده، لو انا بكلمك على المعبد نفسه. انا ما اتكلمتش على المعبد، انا اتكلمت على الظاهره اللي موجوده قصادنا. طيب الحساب برضك ما تمشيش. طيب السؤال اللي بعد كده لما نيجي نتكلم، عندي سؤال تاني. السؤال ده محتاج انك انت تفكر شوية. تمتلئ المتاحف في العالم بالكثير من المقتنيات التي تدل على تميز المصري القديم في مهنة. المهنة اللي هيتميز فيها المصري القديم قدامنا احنا هنا لما نيجي نبص، الصناعة، التجارة، الصيد، العمارة. يا ولاد هتختار ايه؟ المهنة اللي قدامنا هنا اللي بتدل على ان مقتنيات كل المتاحف في العالم، انت المتاحف في العالم هتلاقي فيها ايه؟ تعال نفكر كده مع بعض، ايه الحاجات اللي هنلاقيها في اي متحف؟ بتلاقي ايه؟ صور، بتلاقي كراسي، مقاعد، بتلاقي اسرة، بتلاقي حلي، بتلاقي بعض المقتنيات بتاعت الملك، مقتنيات الناس اللي الناس بتستخدمها. الحلي دي صناعة الحلي، المقاعد وكده ده النجارة، أوراق البرد بتدل على الصناعة، صناعة الورق كذا. يبقى أنا لما أجي أختار هنا يا جماعة، المهنة الوحيدة اللي صدرتني للخارج هي مهنة الصناعة. عكس مثلا لو أنا كنت بتكلم مثلا إيه، لوحات معينة، في لوحات بتدل على العمارة، بتدل على الصيد، بتدل على كده. إحنا يا جماعة ما بنوديش مثلا، ما بوديش للخارج في المقتنيات بتاعتنا للخارج، ما بوديش حاجة مثلا زي مبنى الأهرامات أو زي معبد من المعابد، ما هو دي العمارة. الصيد انا ايه اللي بوديه؟ انا بودي ادوات الصيد بتاعتي، ما هي ادوات الصيد برضك يا جماعه مصنعه، ولكن انا ما بديش مهنه الصيد، هنقلها ازاي؟ التجاره هنقلها ازاي؟ ولكن الصناعه تنتقل، الصناعه هي الحاجه المصريه اللي امتلأت بيها المتاحف في العالم. نفكر تفكير صغير هنعرف ان هي على طول الصناعه. طيب انا السؤال التاني اللي عندي، السؤال ده يا جماعه تعالوا نفكر فيه كده شويه. من اعظم الملوك المصريين الرحاله، ملك رحاله الذين قاموا برحلات كبرى لافريقيا، ملك سونسيرت، حتشبسوت، حرخوف، تحتمس الثالث. ركز في السؤال، رحلات تجاريه كبرى، والرحلات الكبرى دي كانت لفين؟ لافريقيا. بالظبط كده يا جماعه، هي ملكه مش ملك. ما انا مش هقدر اقول لك من اعظم الملكات واقول لك حتشبسوت، ما بصراحه كده بقى بقول لك ايه الاجابه، اختار حتشبسوت على طول. وبعدين انا عندي هنا، ما هو كل دول يا جماعه كانوا ملوك مصريين ما عدا حرخوف، ده كان رحاله مصري مشهور قوي. انا هنا ابعدت حرخوف لان انا قلت الملوك، فما عادش هو اعظم الرحاله. لو انا بقى شلت ايه من اعظم وشلت كلمه الملوك المصريين وخليت السؤال هو ومش لازم افريقيا، يعني انا اخلي السؤال ايه هو واشيل كلمه من اعظم كلمه الملوك المصريين، ويبقى السؤال بتاعي بيقول ايه؟ من اعظم الرحاله الذين قاموا برحلات كبرى في مصر الفرعونيه. خليها كده، يبقى نزود مصر الفرعونيه، يعني السؤال هو هتبقى الاجابه ايه؟
مش هينفع حتشبسوت تبقى هنا، ما دام الرحاله هيبقى حور خوف. شفت انا غيرت بس شلت كلمتين بقى سؤال تاني، يعني انا كل اللي عملته ايه؟ غيرت كلمتين اتنين بس، شلتهم خالص او شلت 3 كلمات من اعظم الملوك المصريين، خليتها من اعظم، شلت من اعظم ملوك الرحاله، قلت من اعظم الرحاله المصريين الذين قاموا برحلات. تحولت هنا الاجابه من حتشبسوت الى حور خوف، كلمتين نغير السؤال، ده شيء واضح. عشان كده تابع، اقرا اقرا، بنصح ابنائي بقراءه الورقه جيدا، اقرا الورقه، اقرا السؤال، بص في السؤال وتابعه وامسكه كده وحلل، شوف السؤال عايز ايه، انظر اليه، بلاش انك انت تبحث كده على الاجابه وتجري على طول على الكتاب عشان تطلع الاجابه وانت مش عارف هو السؤال بيقول ايه. اهضم السؤال، تعقل بيه، افهمه، حط اعمل له تطبيق في راسك، اعمل عمليه تحليل للسؤال، هتلاقي السؤال بسيط جدا. العمليات دي بتاخد ثواني في مخ الانسان، وهو الامتحان مش طويل، ده هو عدد اسئلته يعني معقول، مع اكتر يعني اقل من الوقت بكتير. هو كده انا بدي فرصه ليك انك انت تبحث وانك انت تتمعن، هي دي نوعيه السؤال اللي عندي. طيب انا هعمل لك سؤال تاني. انا ابتديلك بقى، فاكر السؤال اللي كان في اول الحلقه اللي بقول لك انتقلت الحضاره من الشرق الى الغرب عدد، معلش انا اسف ان هنا السؤال ايه بكرره تاني، انا بقول لك مرتين. طيب المرحله التاريخيه اللي تميزت بسيطره الدين على السياسه، انتبه لي هنا، فاكرين يا جماعه قلت لكم سيطره الدين على السياسه؟ ارجعها تاني، الكنيسه كانت بتسيطر على الحكومه، يبقى انا بتكلم عن انهي مرحله، العصور القديمه ولا الوسطى ولا الحديثه ولا المعاصر؟ ايوه كده بالظبط، هي العصور الوسطى هي اللي تميزت بهذا التميز. طيب نبص كده، السؤال ده محتاج انك انت تبقى ماسك كده ايه، ورقه وقلم وانت بتحله عشان تفكر كويس، واقرا السؤال كويس قوي، اقرا السؤال كويس قوي، السؤال دوت ممكن يغلطك لو ما قريتوش كويس. ترتيب العواصم المصريه منذ الوحده الاولى من الاحدث للاقدم هو، هقولها تاني، ترتيب العواصم المصريه، عاصمه مصريه من الوحده الاولى، اول وحده خالص، من الاحدث للاقدم، انا عايز من الاحدث للاقدم مش العكس. طيبه الستاوي منف اون، ولا اون منف الستاوي طيبه بالمقلوب كده، عكس دي عكس دي، ولا منف طيبه الستاوي اواريس، ولا اواريس الستاوي طيبه اون. انا جبت لك كل العواصم اللي مرت بمصر، مصريه وغير مصريه، هنختار ايه؟ نركز، اديك فرصه تفكر 3 ثواني مع بعض، هنقول ايه بالظبط كده، هي دي الاجابه، طيبه الستاوي منفقون. ما انا بقول لك من الاحدث الى الاقدم، ما قلتش الاقدم للاحدث، من الاحدث، احدث واحده كانت طيبه، اللي قبلها على طول ودي كانت في الدوله الحديثه، الستاوي كانت في الدوله الايه الوسطى، منف كانت في الدوله القديمه، اون كانت ايه اول عاصمه اللي هي الوحده المصريه الاولى. ما انا بقول لك من الوحده الاولى، يعني اي حاجه ما فيهاش اون تبقى غلط، يعني النمره جيم دي مش هتبقى مظبوطه ابدا، لان انا بقول لك من الوحده الاولى وبقول لك العواصم المصريه، يبقى النمره دال دي غلط لان فيها اواريس ودي عاصمه الهكسوس ومصر. طب انا لو قلبت السؤال ترتيب العواصم المصريه منذ الوحده الاولى وقلبت كلمه الاحدث والاقدم مكان بعض وقمت قايل من الاقدم للاحدث، يبقى الاجابه اللي تحتها على طول نمره ب، يبقى الاجابه نمره ب. لو انا قلت من الاقدم للاحدث تبقى هي اقدم مدينه اون، بعديها منف الستاوي طيبه. انا غيرت يا جماعه ايه؟ ما غيرتش في السؤال، بدلت كلمه مكان كلمه، غيرت السؤال تماما وغيرت اختيار الاجابه، ده كله محتاج. انا بقول لك هنا في الاول في الجزء الاولاني من السؤال بقول لك الاحدث، في الاحدث هتجيب لي احدث مدينه اللي هي طيبه، بعد اللي قبلها على طول دي كانت في الدوله الحديثه، اللي بعديها ايه الستاوي دي كانت في الدوله الوسطى، اللي بعديها منف كانت في الدوله القديمه، اللي قبلها مدينه اون ودي كانت اول واحده في تاريخ مصر. طب لو قلبت بقى وقلت لك من الاقدم للاحدث زي ما عملت معاك دلوقتي هتعكسهم، هم نفس المدن ولكن على الترتيب بتاعهم هيتعكس، هيبقى اون منف الستاوي طيبه. ماشي يا اولاد، كل اللي بطلبه منك من فضلك ركز، بقولها تاني من فضلك ركز، اقرا السؤال هتجد الاجابه بسيطه، الهدف انك انت معلوماتك تظهرها ومعلوماتك تكتسبها تبقى بحثت عنها بشكل كويس،
عرفت صمدت معاك واستمرت معاك واستفدت بيها. مش الهدف ان انا اديك حاجه اقول لك اكمل بقى وتختار الكلمه اللي بعديها، او طلع السؤال وتدور على كلمه بعديه وتفتح الكتاب صفحه كذا السطر الفلاني، اه ده انا ديت حافظها. يا جماعه هذا ليس كتابا مقدسا للحفظ، ولكنه كتاب للتاريخ، لانك انت تفهم وتتمعن وتفهم هتستفيد بايه. الكتب المقدسه ممكن تحفظها مع فهمها وتحليلها، ولكن هنا ما ينفعش يا جماعه. انا مطلوب منك انك انت تحفظ ليه؟ ده حاجات بسيطه، محتاج انك انت استفيد. شوف الترتيبات، شوف الحاجات دي كلها حاجات يا جماعه بترتب عقلك، بتعمل عمليه ترتيب داخل العقل. السؤال اللي بعد كده لما نيجي ناخده بقى نبص نقول ايه؟ كان انهيار الامبراطوريه المصريه الاولى احد نتائج، اقولها تاني، كان انهيار الامبراطوريه المصريه الاولى احد نتائج الثوره الاقتصاديه، الثوره الاجتماعيه، الثوره الدينيه، الثوره المصريه، كلها ثورات. طب تعالوا نفكر كده يا جماعه، السؤال ده، السؤال ده محتاج شويه تفكير شويه. لو قرينا هنعرف الاجابه على طول وهنعمل استبعاد. ازاي؟ كان انهيار الامبراطوريه المصريه الاولى، امبراطوريه مصريه، انا عندي يا جماعه الامبراطوريه المصريه يعني مصر كانت متوسعه في الخارج وحدودها كبيره، ده ما حصلش غير مرتين، مره مع تحتمس الثالث ومره مع رمسيس الثاني. ما دام قلت تحتمس الثالث يبقى انا بتكلم في كده في ايه؟ الاولى، يبقى تحتمس الثالث على طول. هو انهارت امبراطوريته عشان اسباب مصر اقتصاديه، مصر افتقرت وحالتها الاقتصاديه بقت وحشه، ولا عشان ثوره اجتماعيه حصلت والدنيا اتقلبت والمشاكل بتاعت الناس زادت، ولا عشان ثوره دينيه قامت وغيرت الاحوال، ولا عشان ثوره مصريه كبيره قامت عليه؟ الاجابه هي يا جماعه الثوره الدينيه. اخناتون وثورته الدينيه وعبادة التوحيد اللي ظهر بيها، وازاي ان هو الراجل ده يهتم بشؤون الدين وترك امر السياسة، لم يعد ينظر للسياسة ولا يهتم بها بالشكل الكافي. هذا الاهتمام بالناحية الدينية ده لدرجة ان هو غير عاصمة البلد من مدينة طيبة امرها حضرته مدينة اخيتاتون. والراجل دوت يا جماعه بدا يغير ويهتم جدا 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 بنشر الديانه، ويهتم جدا جدا بان هو يبقى ايه، يركز في موضوع نشر الدين عنده او نشر الديانه او عباده اتون بشكل كبير. ما اهتمش بامبراطوريته المصريه اللي عملها له تحتمس الثالث، ما اهتمش بان مصر كان لها السياده على الاقاليم المجاوره، وبالتالي حدث الانهيار. يبقى سبب الانهيار هنا ايه؟ سبب ايه؟ الثوره الدينيه. اهتمنا بالدين، تركنا السياسه، تركنا التوسع. طب نشوف السؤال اللي بعد كده، نركز مع السؤال دوت يا جماعه. السؤال ده لو خدناه كده، هناك علاقة بين حجر باليرمو وأحوال مصر. آه، حجر باليرمو من الإيه؟ النقوش، والنقوش دي مصادر أولية. طب في علاقة ما بينهم وما بين إيه؟ أحوال مصر الإيه يا جماعة؟ أحوال مصر السياسية؟ ولا نقول أحوال مصر الاقتصادية؟ ولا الاجتماعية؟ ولا الفنية؟ هو حجر باليرمو ده ايه بالظبط يا جماعه؟ الحجر ده عباره عن حجر، لما نيجي نبص فيه هنجد ايه؟ مجموعه من اسماء الملوك المصريين. ايوه كده، الاجابه هي سهلت عليك، يبقى على طول بيعبر عن احوال مصر الايه؟ السياسيه. ما هو حجر باليرمو لما نيجي نتكلم فيه عباره عن حجر اتكتب فيه اسماء مجموعه من الملوك المصريين، مجموعه من الملوك، يبقى بيعبر عن احوال فنيه؟ لا، بيعبر عن احوال اجتماعيه. انا بتكلم عن ملوك، بيعبر عن احوال اقتصاديه برضك مش مفهومه، ولكن لما اجي لك اقول لك بيعبر مجموعه من الملوك، ما هي سياسه البلد، يبقى بيعبر عن احوال سياسيه. ما هو مش لازم اقول لك ان هو هاجر باليرمو دوت احد النقوش تقول لي اصل هو نقوش مثلا، اقول لك اختار بقى غائره ولا بارزه. لا يا جماعه، ما هو كده سهل قوي، ده كده العمليه بسيطه بمجرد انك انت التفكير هتجدها. اما اجي لك اقول لك مثلا صليت الملك نعرمر بتعبر عن ايه؟ ما لازم تاخد بالك، خد بالك، هو الراجل ده كان على الصلايه وهو بيحارب وماسك السلاح بتاعه بتعبر عن احوال مصر ايه؟ هنقول السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الاجتماعيه ولا الفنيه؟ ولا العسكريه مثلا، شيل الفنيه، بتعبر عن احوال مصر العسكريه. الراجل كان بيحارب، ما ينفعش برضك احط كلمه سياسيه معاه، ما احطش متشابهات. ما هو ممكن طالب يقول لك سياسيه، ما هو كان بيتوسع، تمشي، وانا اشيل لك السياسيه خالص. خد بالك في الامتحان احنا ما بنجيبش متشابهات، مش هجيب لك حاجه تغلط فيها تقوم قايل ايه اصل ممكن تبقى دي او دي، مش هجيب لك كده خالص. احنا بنجيب السؤال يا جماعه واضح تماما،
السؤال فيه وضوح، انت هتختار ديت يا ديت، ما ينفعش اتنين متشابهين ابدا، مش هتلاقي اتنين ممكن تمشي دي او تمشي دي، ده شيء طبيعي جدا والعمليه بسيطه قوي، لازم تاخد بالك من كده. طب السؤال اللي بعد كده، السؤال ده ساعد على تواصل مصر مع افريقيا، ايه يا جماعه اللي ساعد على تواصل مصر مع افريقيا؟ المناخ، الموقع، الحدود، الموارد الطبيعية. ها انت عايز تختار ايه؟ اي حاجة هتختارها غير الموقع غلط، اي حاجة هتختارها غير الموقع غلط. المناخ هيساعدنا ايه في التواصل مع افريقيا؟ مناخنا مختلف. الحدود هيساعدنا على التواصل مع جيراننا بس. الموارد الطبيعية دي بتاعتنا، انما موقع اللي بيخلي الناس لازم تعدي وتروح وتيجي ويبقى فيه تجاره ويبقى فيه تواصل، ده مختلف يا جماعه، هو ده اللي خلانا نتواصل بشكل كبير. ايه رايك في السؤال ده؟ قول لي رايك فيه. هو سؤال طبعا بسيط. اي من العبارات الاتيه تسبب في قيام الحضاره المصريه، الحضاره المصريه القديمه؟ ايه هي العباره اللي ادت لقيام الحضاره المصريه من دول؟ مصر هبة النيل، كلمة هيرودوت الشهيرة اللي العالم كله مشي وقالها بعد كده. مصر هبة المصريين، وديت كلمة أحد العلماء المصريين هو اللي قالها، وطبعا شفيق أوربال. مصر هبة كفاحها، مصر هبة النيل والمصريين، تختار إيه في الأربعة؟ إن مصر هبة النيل، ولا مصر هبة المصريين، ولا مصر هبة الكفاح والقتال وان احنا وقفنا على رجلينا وساعدنا نفسينا، ولا مصر هبة النيل والمصريين مع بعض؟ ايوه هي دي الاجابه، مصر هبة النيل والمصريين. ما ينفعش مصر هبة النيل لوحده يا جماعه، ما هو النيل بيجري في مصر وبيجري برضك في حضاره في 10 دول اخرى، بيجري في كذا دوله، كم دوله قامت فيها حضاره زي الحضاره المصريه؟ وما ينفعش مصر برضك نقول مصر هبة المصريين، ما احنا لو ما عندناش مصدر للمياه وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وما عنديش مصدر من الميه الناس هتعيش ازاي؟ مش هتنفع، هتبقى فيها مشكله، مصر كده هتبقى ايه؟ ما فيش زراعه خالص، ولا هنقوم ولا هتعمل حضاره ولا استقرار ولا حاجه خالص. فمش هيمشي ان انا اقول لك مصر هبة المصريين. مصر هبة كفاحها، ما هو الكفاح يا جماعه لازم يكون في استقرار الاول عشان اكافح. طيب مصر هبة النيل والمصريين، الدويتو بتاعي دوت، النيل والمصريين. النيل بجريانه والمصريين بكفاحهم او وقوفهم على نهر النيل ودعم النهر وازاي ان هو استغله بالشكل الكامل. طيب السؤال اللي بعد كده، العامل المشترك، السؤال ده انا قلت لكم قبل كده يا اولاد، قلت لكم في الاول خالص، العامل المشترك في دخول مصر اصول الاضمحلال، هو السؤال ده انا قلته قبل كده، دخول اعداء مصر ولا خساره مصر لممتلكاتها، ولا الصراع الحكم بين حكام الاقاليم، ولا ثورات المصريين؟ هتختار ايه هنا؟ هنختار الف ولا ب ولا ج ولا د؟ انت عايز تختار ايه؟ الصراع بين حكام الاقاليم، احنا قلناها قبل كده، دخول الاعداء في الدوله القديمه ما دخلوش، خساره مصر لممتلكاتها، ما كانش عندنا ممتلكات في الدوله القديمه ولا الدوله الوسطى، ثورات المصريين ده كان في الدولة القديمة بس، إنما الصراع بين حكام الأقاليم ده كان عامل مشترك ومهم. السؤال دوت لو فكرت في مدة نص دقيقة هتعرف الإجابة. ظهرت مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة ولا في عصر النهضة؟ نقول إيه؟ تختار ايه؟ تختار عصر الدولة القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة ولا النهضة؟ لو حبينا نختار هنا هنختار عندنا ايه يا جماعة؟ بالظبط عصر الدولة الوسطى. ليه؟ بناء على ايه انا اخترت عصر الدولة الوسطى؟ فكر معايا، تعال نفكر بالراحة كده. هو انا لما بقول حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، الامر ده ظهر بعد الثورة الاجتماعية المصرية. الثورة الاجتماعية المصرية حدثت امتى؟ في نهاية عصر الدولة القديمة وبعد انهيارها.
يبقى لما هتيجي الدولة الجديدة هتقوم على مبادئ الثورة القديمة اللي هي مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. ما ينفعش أختار غير الدولة الوسطى. لو قلت الدولة القديمة، الدولة القديمة في أولها ولا في أوسطها ولا في آخرها حتى، لم يكن هناك عدالة اجتماعية وحقوق إنسان. إنما الدولة الوسطى بدأ يظهر عندي حقوق الإنسان، بدأت تظهر عندي العدالة الاجتماعية. الدولة الحديثة متأخرة بقى شوية. طيب أجيب سؤال تاني، بقول لك يوجد ارتباط بين استخدام المصريين للأستراقة واستخدام اللغة. السؤال ده محتاج تفكير، من أسئلة اللي محتاجة انك انت تفكير. ده ربط. وبعدين على فكرة الاتنين مش تحت بعض، ده ديت محتاجة انك انت تفكر شوية. الأستراقة في المصادر، وديت في اول فصل في الكتاب. انما اللغات ده في الفصل الثالث او الرابع. ايه ده؟ في اخر خالص الجزء بتاع هذا الترم، دراسة هذا الترم اخر جزء في المنهج. هو ايه اللي ربط الاول بالاخر؟ مربوطين ليه؟ استخدام، يوجد ارتباط بين استخدام الاستراقة واستخدام اللغة. هيروغليفي، هيروطيق، ديموطيق، قبط، اختار انت حاجة في الاربعة. لازم تركز في حاجة بقى لما اجي اجاوب السؤال ده. هي ايه الاستراقة؟ الاستراقة عندنا الشقافات اللي كان بيستخدمها وبيكتبوا عليها المصريين. طب هو مين اللي استخدم الشقافات؟ ارجع كده وفكر واحدة واحدة. مين اللي استخدم الشقافات في مصر؟ اللي استخدم الشقافات في مصر، احنا قلنا الطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة، عشان هي حاجات رخيصة. البردي غالي، ونتيجة غلو وارتفاع سعر ورق البردي، المصريين العاديين اللي هم الفقراء وعامة الشعب استخدموا الاستراقة. لما نيجي ندخل على اللغات المصرية والكتابات المصرية، هنجد ان الايه اللغة ايه يا جماعة؟ الهيروغليفي، اللي اللغة بتتكتب في المعابد وفي المقابر وفي الحاجات ديت. الهيروطيقي، لغة الايه الكهنة اللي بيستخدمها الكهنة وبتستخدم في المعابد. انما الديموطيقي لغة الشعب اللي بيستخدمها عامة الشعب. ها القبطية مرحلة متأخرة. ها عرفنا كده هنختار ايه يا جماعة؟ مش محتاجة تفكير، هي اللغة الديموطيقية. لان الاستراقة بتستخدمها الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى، واحنا اتفقنا في اللغات الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى والمصريين او عامة الشعب من المصريين بيستخدموا اللغة الديموطيقية، هي العامية المصرية. يبقى في ارتباط ما بين الاتنين. انا بشوية تفكير صغيرين عرفت ان هي الاتنين حاجة واحدة عندي. السؤال ده سؤال من الأسئلة اللي لازم انك انت تركز فيها واحنا بنشوفها. الأديان لا تنتشر بالقوة. هذه المقولة أثبتها، دي حقيقة طبعا، مفيش دين بينتشر بالقوة أبدا. انهيار عبادة آمون، ولا انهيار عبادة آتون، ولا انهيار عبادة رع، ولا انهيار عبادة أوزوريس. أنا عايز إن السؤال ده يتثبت لي من خلاله ان فرض محاولة فرض الديانة بالقوة ادى لانهيار الديانة الاصلية اللي انت بتحاول تفرضها. الكلام ده ما ظهرش عندي غير مرة واحدة بس، لما انهارت عبادة الله اتون. لان بالرغم من انك انت يعني من حطب الرابع او اخناتون حاول نشر الديانة بتاعته، الا ان هو حاول ان هو يفرضها ويلغي عبادة الاله امون. هي عبادة اتون عبادة التوحيد، ولكن انت فرضتها بالقوة، لازم الناس تدخل عبادة اتون. والفرض بالقوة لا يؤدي الى ان الناس تدخل العبادة، بالعكس من الممكن تبقى وسيلة لمهاجمتها. مفيش ديانة من الديانات انتشرت بالقوة والعنف ابدا. هنا بقى انت عايز تفرض ديانتك بالقوة، نتج عنها ايه؟ ديانتك هي اللي انهارت، ما حدش دخل فيها، قليلين اللي انضموا اليها، وقوت شوكة عبادة امون، ولقينا بدأت الحرب الكبيرة اللي قدامنا. طب انا هاخد سؤال تاني عندي هنا، بقول لك من ايه؟ من القيم الاخلاقية التي ظهرت او نتجت عن الثورة الدينية. في قيم اخلاقية ظهرت، القيم الاخلاقية ديت ايه؟ يجب نشر الاديان بكل الطرق. الثورة الدينية يا جماعة عندي هنا عمل قيم اخلاقية. الدين لازم ينتشر بكل الطرق. ولا يجب تعديل الاسماء لعبادة الالهة؟ غير اسم الهك من امون خليه اتون، من اتون خليه اوزوريس، من كذا اي تغيير اسم الهه. يجب انشاء مدينه لعباده الاله، اعمل لاله مدينه يعيش فيها والناس اللي بتتعبد للاله تعيش فيها مع بعضها. يجب نشر الاديان بالحكمه، ان الدين ينتشر بالحكمه. ما هو السؤال اللي فوق بيأيد لك اللي تحت. ايوه هي. يجب نشر الاديان بالحكمه، الاديان لا تنتشر الا بالحكمه. ما ينفعش، احنا عندنا حتى في الديانات السماوية يعني ايه الحكمة والموعظة الحسنة هي الضرورة لنشر الأديان.
انما ما ينفعش ابدا انك انت تفرض الدين ولا بالقوه ولا انك انت نقول ايه يجب نشر الدين بكل الطرق. مفيش حاجه اسمها كل الطرق، لازم الديانه تنتشر بكل الطرق، هقتل اللي قدامي. لا ما ينفعش يا جماعه، الاديان لا تنتشر كذلك ابدا. ولا نقول انك انت غير اسم الاله، مش هنضحك على بعض، ما انت بتعبد اله هتغيره ازاي؟ ولا انك انت تعمل مدينه اله، مدينه دي تعبد فيها الاله ده بس، مش هتمشي. ما هو عمل كده اخناتون يا جماعه، عمل مدينه وقام عامل عد الاسماء، ولكن يجب نشر الاسماء بالحكمه والموعظه الحسنه. طيب تعال نشوف السؤال ده. العنصر المؤثر على احوال اوروبا السياسيه منذ القرن الخامس الميلادي هو. السؤال ده انا اديته لك قبل كده بطريقه تانية، اديته لك بطريقه تانية، اديتك عكسه، هنجاوبه نفس فكر العكس. النهضه الاوروبيه ولا الثوره الصناعيه ولا الحضاره الاسلاميه ولا الكنيسه الكاثوليكيه؟ ايوه نختار ايه؟ العنصر اللي اثر على احوال اوروبا من القرن الخامس الميلادي، خامس الميلادي كده، هنشيل الثورة الصناعية وهنشيل النهضة الأوروبية، لا وهشيل الحضارة الإسلامية كمان. هو ما فيش أصله غير الكنيسة الكاثوليكية، ما أنا اديتهولك الكنيسة الكاثوليكية وارتباطها بالعصور الوسطى، اديها قبل كده، القرن الخامس ده العصور الوسطى. طيب يبقى احنا هنا الإجابة بتاعتي الكنيسة الكاثوليكية. طب تعالى نشوف حتة تانية. استقلال مصر من الاحتلال الانجليزي، انا لسه قايلها يا جماعه من شويه، افتكر بقى احد سمات ايه الاستقلال؟ الاستعمار نفسه او الاحتلال نفسه، احنا قلنا عليه عصور حديثه، انما الاستقلال تاريخ معاصر، الاستقلال تاريخ معاصر، والكلام ده انا قلته معاك. طيب ممكن اقول لك سؤال تاني؟ ظهرت فكرة الملكية المقدسة والحق الإلهي المقدس للفرعون بشكل واضح في إيه؟ الملكية المقدسة والحق الإلهي المقدس للفرعون هيظهر في إيه؟ في إشرافه على الإدارة المركزية ولا إشرافه على الإدارة المحلية ولا ملكيته للأرض الزراعية ولا قيادته للجيش؟ إيه اللي بيثبت من دولت الملكية المقدسة والحق الإلهي المقدس؟ يا جماعة الملكية المقدسة، هي مش الملكية، هي الملكية المقدسة والحق الإلهي المقدس، لما يجي لك كل حاجة بتاعتي وكل شيء ملكي، مش أشرفه على الإدارة المركزية ولا الإدارة المحلية، هي ملكيته للأرض الزراعية أو قيادته للجيش أو حاجة من دول هتختار. هي يا جماعة هنا إيه؟ هو حد يقدر يقود الجيش غير الراجل ده؟ وممكن على فكرة أنا السؤال دوت في حتة كده خطأ مني أنا، وبعترف بيها هوت ليكم، ان انا ممكن برضك تدخل فيها ملكيته للارض الزراعيه تمشي برضك، ما ينفعش متشابهين، السؤال دوت انا بحذفه. طيب رئيس المجلس الاعلى للقضاء في مصر الفرعونيه، لا ده السؤال ده بقى مهم وانا بلخبطك بيه، اه السؤال ده هيلخبطك. المجلس الاعلى، المجلس الاعلى للقضاء في مصر الفرعونيه رئيسه مين؟ الفرعون ولا الوزير ولا حاكم الاقليم ولا مدير اداره القضاء؟ شفت اللخبطه؟ الوزير مش الفرعون، اللي بيشرف على القضاء والقائد الاعلى هو الايه؟ هو الوزير، وديت ميزه من المميزات، مش الفرعون اللي بيشرف، الفرعون بيضع القوانين ولكن اللي بيتابع التنفيذ هو الوزير بتاعنا. كان بناء المصريين بيوتهم من الطوب اللبن احد الاثار الناتجه عن تاثرهم بايه؟ بالفن ولا الدين ولا الهندسه؟ والدين انا كررتها مره ثانيه، دي غلطه ثانيه يا ولاد، دي نختار ايه فيهم؟ كان تأثرهم هنا طبعا بالدين. طيب يبقى ليه بالدين؟ لان انا عندي يا جماعة حاجة مهمة، انا ممكن اغير كلمة بقى الفنون والدين واجيبها حاجة تانية. هو احنا المصريين مش امنوا بالبعث والخلود؟ ايمان المصريين بالبعث والخلود ترتب عليه نتيجة مهمة جدا، في عندي نتائج زي تحنيط جثث الموتى، زي ان الناس ديت بنت لنفسها الايه المقابر، بس البيوت هنا اهتمت ببناء المقابر من الحجاره والبيوت من الطين اللبن، لان البيت الابقى هو بيت الايه الازلي بتاعه اللي هو المقبره. طيب من الاثار الناتجه على الايمان بالبعث والخلود تقدم علم ايه؟ اثر ناتج عن ان انت امنت بالبعث والخلود، الكيمياء ولا الفيزياء ولا التاريخ ولا الفلك؟ ما فيش عندي غير الكيمياء، ممكن اشيل كلمة الكيمياء واحط كلمة الطب تمشي، ممكن اشيل كلمة الطب واحط حتة
كيمياء او طب، او مثلا حته الدين نفسه، او مثلا تقدم علم التحنيط، ممكن كل ده تمشي. اصل الكيمياء ارتبطت بتحنيط جثث الموتى، والطب ارتبط بتحنيط جثث الموتى. طيب لما اجي هنا يا اولاد نقول عندنا حاجه لازم تاخد بالك منها. معايا يا اولاد هنبص لحاجه مهمه قوي. ايه هي؟ التاريخ عندنا كل اللي محتاجه منك انك انت تكون في حاله تركيز. انا ممكن اعمل لك عشرات الاسئله فيها التذكر وفيها الاسئله اللي ايه اللي كده. يعني مثلا ممكن اقول لك ايه، ما انا بقول لك يعتبر بطل الحرب والسلام رمسيس الثاني مثلا. جيت لك قلت لك الامبراطوريه المصريه الاولى، الامبراطوريه المصريه الاولى يعتبر مؤسسها مين؟ احنا قلنا تحتمس الثالث. طب انا بقى لو جيت قلت لك الامبراطوريه المصريه الثانيه، افتكر على طول ان هو بنتكلم عن رمسيس الثالث. وترتيب العواصم اتكلمنا فيه. عايز برضك ناخد حاجه، الوظيفة الحاكم في مصر تحولت لإحدى الوظائف العامة إمتى؟ نركز مع بعض. أنا عندي وظيفة من الوظائف المهمة في مصر، عندي وظيفة من الوظائف المهمة في مصر، هي وظيفة حاكم الإقليم، كانت وظيفة عامة. الوظيفة دي كانت في عهد السنوسرت الثالث. أبنائي الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أرجو إن المراجعة اللي إحنا عملناها النهاردة في حلقة اليوم تكون أفادتكم بشكل كبير جدا في برنامج سر التفوق. وأرجو أن كنتوا المراجعة، بنصح ولادي مرة تانية المراجعة، التركيز بشكل جيد وقراءة السؤال مرة أخرى. مع تحيات برنامج سر التفوق. شكرا أبنائي الأعزاء.